السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنتم تتابعون حلقة من حلقات التحدث بالفرنسية للمبتدئين المستوى الأول. إذا هذه هي الحلقة الثالثة من العبارات الخاصة بالأوقات، كيف نقولها بالفرنسية. نبدأ بالجملة الأولى: سيت سومان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قلنا سيت سومان، صراحة الوقت يعني قصير بين البث الذي قمنا به في القناة الثانية والآن، يعني لم أنتبه للوقت لأننا انتهينا مؤخرا، وعندما رأيت الوقت رأيت أنه حان دور البث الخاص بالمبتدئين. صراحة يعني صعب علي أن أقوم ببثوث هكذا متتابعة. المهم قلنا ست سمان، مرحبا بالجميع، أهلا بكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست سمان ست خابيان، هذا الأسبوع. خابيان، برافو. ست سمان هذا الأسبوع. الآن إذا أردت أن أقول هذا الشهر، يعني الشهر الحالي، هذا الشهر الحالي، إذا ماذا أقول؟ هذا الشهر الحالي كيف أقولها بالفرنسية؟ إذا كيف أقول بالفرنسية هذا الشهر الحالي؟ نعم، كيف أقول هذا الشهر الحالي؟ سيت موا، اتونسيون، لو موا هو ماسكولين مذكر، لذلك لا نقول سيت موا وإنما سو موا. تخي بيان، سو موا وليس سيت موا. إذا انتبهوا لهذا الأمر جيدا. إذا نقول سو موا سي، سو موا سي، ce mois-ci, ce mois-ci, d'accord, ce mois يعني هذا الشهر، si فقط فقط يعني أؤكد على أنني أتحدث عن هذا الشهر بالضبط، ce mois-ci، d'accord، يعني si التي أضفناها في الأخير هي فقط للتأكيد على أنني أتحدث عن هذا الشهر بالضبط، ce mois-ci. داكوغ. الآن إذا أردت أن أقول هذه السنة، هذه السنة كيف أقولها بالفرنسية؟ هذه السنة. إذا حاولوا أن تجيبوا هكذا تعرفون حتى لو نيفو دو فرونسي، يعني مستوى الفرنسية لديكم. داكوغ. إذا الآن هذه السنة، هذه السنة كيف نقولها بالفرنسية؟ هذه السنة. هناك من قال actuel، نعم يمكننا أن نقول le mois actuel أو ce mois actuel، تهي صحيحة. cette année، c'est très très bien، cette année هي هذه السنة، cette année، bravo. إذا جملة أخرى: la semaine prochaine، la semaine prochaine، la semaine prochaine. إذا حاولوا أن تكتبوا الجملة بطريقة صحيحة. هذه الجمل تساعدكم على تحسين الإملاء لديكم. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Très très bien. Bravo فاطمة زهرة، عزيز، تيما، مريم. très très bien. La semaine prochaine، هناك من شرحها أيضا وقال أنها تعني الأسبوع القادم أو الأسبوع المقبل، الأسبوع المقبل. c'est très bien، برافو عليكم، ما شاء الله. إذا الآن كيف نقول الشهر القادم؟ La semaine prochaine، الأسبوع القادم. الآن كيف نقول الشهر القادم؟ الشهر القادم. إذا كيف نقولها بالفرنسية؟ الشهر القادم.
ناغي، هل لديك قناة أخرى أستاذة؟ نعم ناغي، القناة الثانية هي التي أجيبكم عن الأسئلة التي تطرحونها علي. إذا اليوم صراحة أخذت الوقت كثير لأننا تحدثنا على لو سوبجونكتيف وعلى الفرق بين دو ودو، المهم أخذت الوقت كثير لذلك لم أشعر بالوقت وبدأت متأخرة معكم في هذه الحصة، المعذرة. إذا قلنا لا سومين بروشين، الأسبوع القادم، الأسبوع القادم، لو موا سي تري بيان، لو موا بروشان، برافو. إذا الشهر القادم نقول لو موا بروشان، لو موا بروشان، برافو. الآن كيف نقول السنة القادمة؟ السنة القادمة، السنة القادمة، هناك فقط يعني يجب أن تعلمون أن هناك فرق بين مثلا إذا قلت لو موا بروشان و لو موا سويفون، لو موا سويفون. أنا فقط لا أريد يعني أن أكثر عليكم في حصة أخرى، يعني من هذه الحصص التي نتحدث عن الأوقات، فقط عندما الآن سوف تتعرفون على بروشان في حصة أخرى سوف تتعرفون متى نقول بروشان ومتى نقول سويفون، لأن لو موا بروشان تعني الشهر القادم، لو موا سويفون تعني أيضا الشهر القادم، ولكن متى نستعمل كل واحدة منها سوف تتعرفون على ذلك أثناء هذه الحلقات. إذا قلنا نعم اكسلون لاني بروشين سي برافو، إذا السنة القادمة لاني بروشين، برافو السنة القادمة لاني بروشين. إذا كما قلت لكم يعني استفيدوا من هذا البث في تحسين الإملاء لديكم. الآن كلمة أخرى مانتونون، 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 الوقت توقف البت او انقطع البت مشكلة، مشكلة الصراحة. اذا هل اقطع، سوف اقطع البت الان، لا تسمعوني، المرجو ان تقولوا ان كنتم تسمعوني ام لا، حتى يعني اذا لم يجبني احد سوف اقطع البت. نسمعك داكور سي بيان. اذا قلنا مانتونون، وي مانتونون اكسلون، دونك مانتونون ما معنى مانتونون، ماذا نقصد ب مانتونون؟ سي بيان مانتونون، اذا ماذا نقصد ب مانتونون؟ maintenant، ماذا نقصد ب maintenant؟ الآن excellent هي الآن، maintenant يعني الآن. الآن عبارة أخرى immédiatement، 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 immédiatement. لاحظوا أنا أتعمد أن أنطقها immédiatement حتى تكتبوها بطريقة صحيحة، immédiatement داكوغ، immédiatement. إذا حاولوا أن تكتبوها كما قلت لكم، يعني استفيدوا من هذا البث في التخلص من الأخطاء الإملائية. immédiatement، immédiatement، excellent Timatima، immédiatement عزيز aussi ياسين، très très bien immédiatement. إذا فقط انتبهوا هناك من كتبها ب M واحدة، هي تكتب ب دوزام. وي سي تري بيان، هناك من شرحها immédiatement حالا فورا، تري تري بيان ما شاء الله. عبارة أخرى، هذه العبارات تقريبا لها نفس المعنى، تو دو سويت، تو دو سويت، تو دو سويت، تو دو سويت. إذا حاولوا أن تكتبوها بطريقة صحيحة، تو دو سويت، تو دو سويت. إذا هي عندما نريد أن نقرأها أو نقولها يعني في الشفوي نقول تو دو سويت، تو دو سويت، ولكنها تكتب تو دو سويت، تو دو سويت، تو دو سويت.
نعم تعني immediately فورا حالا excellent. Oui c'est très bien tout de suite ممتاز العماري oui très très bien أم آية مريمة donc tout de suite très bien ما شاء الله tout de suite très bien excellent donc tout de suite إذا ما معنى tout de suite بالزربة وي بالزربة سي تخي بيان بالزربة بسرعة اكسلون بسرعة بالزربة فورا حالا اكسلون ما شاء الله اذا هذا معناه تو دو سويت تو دو سويت داكوغ تو دو سويت الان عبارة اخرى لو لوندومان لو لوندومان لو لوندومان لو لوندومان le lendemain le lendemain le lendemain اذا حاولوا ان تكتبوها بطريقه صحيحه le lendemain والله اضحكتموني شنطن tout de suite شنطن c'est vrai tout de suite تعني شنطن صحيح شنطن اذا قلنا لو لوندومان وي فاطمه الزهراء اكسلون تري بيان ام ايها الزهر شنطن وي سي تري بيان دونك لو لوندومان اذا ما معنى لو لوندومان نعم هو الغد هناك من كتب بعد الغد اذا لاحظوا معي لاحظوا معي لو لوندومان تعني في اليوم التالي تعرفنا تعرفنا الآن أريد أن أسألكم وأنتم تجيبون داكوغ إذا لاحظوا معي السؤال وانتبهوا جيدا في الحصة الماضية تعرفنا عن demain تعرفنا عن demain داكوغ demain قلنا يعني هو غدا غدا الآن من يستطيع أن يقول لي أو أن يقول لي ما الفرق بين demain و le lendemain إذن ما الفرق بين demain و le lendemain لأن هناك فرق بين demain و le lendemain يعني مثلا إذا استعملت le lendemain فلا تعني أنها demain داكوغ إذن من منكم يستطيع أن يخبرني ما الفرق بين demain و le lendemain demain ما الفرق بين demain وي انا اسالكم انا التي اسالكم يعني انتم اعدتم السؤال لي le lendemain و demain ما الفرق بينها الغد وبعد الغد بكره وبعديها اليوم الغد غدا وبعد غد غدا demain le lendemain في الليل بمعنى بكرة وبعدها دونك لاحظوا معي لاحظوا معي إذا انتبهوا حتى تفرقوا جيدا بين demain و le lendemain داكوغ انتبهوا معي عندما أقول مثلا demain أول شيء لا نستطيع أن نقول le demain لا يمكن أن نقول le demain نقول دائما demain demain وليس le demain داكوغ مثلا demain je vais à l'école demain je vais acheter des vêtements مثلا بالنسبه لي le lendemain دائما تاتي مع le lendemain d'accord le lendemain الان ما الفرق بين demain و le lendemain le lendemain يعني اليوم الموالي ولكن على حسب الفتره التي اتحدث عنها مثلا اذا كنت اتحدث اليوم واقول le lendemain فأنا أعني اليوم الموالي لهذا اليوم يعني سيكون غدا سيكون هو الغد داكوغ الآن لاحظوا معي إذا قلت سوف أعطيكم جملة فيها الاثنتان فيها demain و le lendemain حتى تفهموا بشكل جيد مثلا إذا قلت demain demain je vais مثلا je vais acheter des vêtements غدا سوف أشتري ملابس et le lendemain Je les rangerai dans mon cartable. dans mon cartable.
peut-être dans mon cartable, dans mon placard. Donc, واليوم التالي سوف أرتبها في خزانتي. داكور؟ إذا لاحظوا معي، عندما أقول لو لوندومون يعني اليوم الموالي للغد، لأنني تحدثت عن الغد وتحدثت عن اليوم الموالي. إذا هنا لو لوندومون ستكون هي بعد الغد، بعد الغد. داكور؟ مثلا إذا كان، إذا مثلا قلت لكم مثلا اليوم كم في الشهر، مثلا اليوم في الشهر كم في الشهر لا أعرف كم في الشهر. مهم اون لو كومبيان، ما كم في الشهر؟ من يقول لي كم في الشهر اليوم؟ كم في الشهر اليوم؟ كم في الشهر اليوم؟ المهم مثلا أقول أن اليوم هو 13 أو 14، ما أعرف 15، ربما 15 ماي مثلا. مثلا إذا كان اليوم هو 15 ماي وأنا قلت مثلا اليوم لو 17 ماي، ميرسي بوكو فاطمة الزهراء، لو 17 ماي. المهم مثلا إذا قلت اليوم 17 ماي، نعم، وسأقول مثلا عندما يكون مثلا في اليوم 20 ماي سأقوم بزيارة مثلا أبي. et le lendemain، لاحظوا معي، et le lendemain سوف أذهب لزيارة عمي مثلا. هذا فقط مثال. إذا et le lendemain هنا جاءت واليوم الموالي لأي يوم، للعشرين، يعني سيكون لو لوندومان هو 21 ماي. لاحظوا معي، إذا لاحظوا معي، قلنا إذا تحدثت معكم وأقول مثلا اليوم هو 17 ماي، أقول لكم اليوم العشرين 20 ماي سأذهب لزيارة أبي، et le lendemain سأذهب لزيارة عمي. إذا كم سيكون لو لوندومان؟ سيكون 21. فهمتم؟ يعني أن عندما أقول لو لوندومان لا أعني به بالضبط هو الغد أو بعد الغد، لا، نقصد به اليوم الموالي للفترة التي أنا أتحدث فيها. إذا تحدثت عن يوم بعيد كما أخبرتكم بالمثال، مثلا 20 ماي، اليوم هو 17، 20 ماي، أستطيع أن أقول لو لوندومان الذي هو 21 ماي. إذا أتمنى أن يكون الأمر واضحا هنا، فقط لكي تفهموا كيف ومتى نستعمل مثل هذه العبارات. إذا الحمد لله أنكم فهمتم، قلت الحمد لله لأني تعبت صراحة، بث وراء بث صعب جدا، خصوصا أن البث الأول كان طويل جدا ويحتاج التركيز للإجابة على الأسئلة ولكي لا أنسى أي نقطة. المهم، إذا هذا ما كنت أريد الآن أن أقوله. إذا لو دومان يعني دائما هو الغد، دائما فقط هو الغد. عندما نقول دومان نعني به فقط الغد، يعني اليوم الذي يتبع اليوم اليوم الذي يتبع اليوم. أما بالنسبة لي لو لوندومان فهو اليوم التالي بعد الحدث الذي نتحدث فيه أو نتحدث عنه. داكوغ؟ إذا الآن سوف نقوم بالحمد لله، نعم هناك من قال جبيان كومبري، هذا يسرني. إذا الآن سوف نراجع هذه الجمل، ولمن أراد أن يصحح النطق لديه يمكنه يعني أن يعيد من بعدي بصوت مرتفع هذه الجمل. إذا هذا الأسبوع، كيف نقول هذا الأسبوع؟ سات سو مان، cette semaine، cette semaine، cette semaine، cette semaine. خلال الشهر الحالي، أو كما قلنا يعني نركز على هذا الشهر الذي نتحدث عنه، نقول ce mois-ci، ce mois-ci، ce mois-ci، ce mois-ci. إذا يعني أعيد العبارة أكثر من مرة لمن يريد أن يصحح النطق لديه. هذه السنة، سات أني، سات أني، سات أني، سات أني، سات أني. الأسبوع القادم،
la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. الشهر القادم. Le mois prochain. 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 السنة القادمة. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. هناك من سألني واش درتي الفطور ديالك؟ صراحة لأن البتوت يعني بت وراء بت، وقيلا غادي نجي نفطر عند شي واحد فيكم، باقي الفطور ديالي ما واجدش كامل. الآن الآن maintenant 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 حالا immédiatement immédiatement. الحمد لله المتابعين ديالي كرماء، كل شيء تيقول لي مرحبا بك، ميرسي بوكو. immédiatement. 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 ترحب بكم الجنة يا الحبايب ديالي يا ربي. فورا فورا. tout de suite. tout de suite. وهناك من قال شنطن. شنطن لن أنساها يعني بعد اليوم. تو دو سويت شنطن. تو دو سويت. تو دو سويت. في اليوم التالي. le long de main. le long de main. le long de main. oui om aya shantan. le long de main. le long de main. اذا الى هنا تنتهي حلقه اليوم، لا تنسوني من صالح الدعاء، والصراحه الوقت تيمر معكم بسرعه ورائع جدا. الى حلقه اخرى باذن الله تعالى.